بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وأهلنا المزارعين القمح بمحافظة دمياط بخير وسعادة. النهاردة إحنا بنقدر إنتاجية الفدان لمساحة المساحات المنزرعة لمحصول القمح، والحمد لله إحنا عن طريق جهاز الإحصاء التابع للشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة، في وجود جهاز الإرشاد ووجود اللجنة العلمية بوزارة الزراعة وجهاز تحسين الأراضي وجهاز المكافحة، كل ما قطاع الزراعة بمديرية الزراعة بمحافظة دمياط النهاردة متواجدين في تقدير إنتاجية الفدان لمحصول القمح. والحمد لله النهارده النتيجه ما شاء الله ال 27 أرداف و700 للفدان بتقدير جهاز الاحصاء التابع للشؤون الاقتصاديه بوزاره الزراعه. كانت الاصناف المنزرعه هذا العام بمحافظه دمياط صنف جيزه 171، وصنف سخه 95، صنف سيتس 14، صنف مصر 3. هذه الاصناف اصناف عاليه الانتاج مقاومه للامراض طبقا للسياسه الصنفيه بوزاره الزراعه التي تتلائم مع الظروف المناخيه. وهذه الاصناف أعطت النهارده الحمد لله باتباع التوصيات الفنيه والمتابعه الجيده من قبل الزراعه حتى موسم الحصاد والتواصل مع اهلنا المزارعين، وصلت الانتاجيه النهارده للفدان اعلى انتاجيه وهي 27 ارداف و700. وهذه الانتاجيه تعتبر من الانتاجيات العاليه للفدان. احنا طبعا الحمد لله النهارده بعد موسم الحصاد بيتم التوريد، وبدا موسم التوريد يوم 15/4/2024 وينتهي في 15/8/2024. وطبعا الحمد لله تم تحديد سعر ارداب القمح قبل الزراعه لتحفيز وتشجيع اهلنا المزارعين، حيث ان السعر وصل 2000 جنيه للارداب وزن 150 كيلو، درجة نظافة 23.5. وطبعا السعر بيعتبر مجزي وحفز وشجع اهلنا المزارعين، ودي بان اثره بزيادة المساحة المنزرعة السنة دي عن السنة اللي فاتت. السنة دي المساحة المنزرعة 36000 فدان، كانت السنة اللي فاتت 31000 فدان، اي زيادة 5000 فدان عن السنة السابقة. ده نتيجة ان كان في سعر مرضي ومجزي لاهلنا المزارعين وتم اعلانه قبل الزراعة. والحمد لله طبعا في الانتاجية العالية برضو النهاردة 27 ارداف و700 للفدان، ويعتبر من الانتاجيات العالية والاصناف الكويسة اللي تم زراعتها باتباع التوصيات الفنية من وزارة الزراعة وتطبيق السياسة الصنفية والخريطة الصنفية للاصناف اللي تم زراعتها بتنسيق مع وزارة الزراعة وتنفيذ تعليمات وتوصيات الوزارة. فطبعا الحمد لله النهارده بان الاثر وبان النتيجه النهارده، بان الفدان النهارده في محافظه دمياط المتوسط الانتاجيه النهارده وصلت 27 ارداف و700، بتعتبر من الانتاجيات العاليه. وطبعا الحمد لله الاصناف كلها اصناف كويسه واصناف عاليه الانتاج. والحمد لله النهارده احنا بنحتفل مع اهلنا المزارعين في موسم الحصاد في موسم الذهب الاصفر بمحافظه دمياط، والانتاجيه عاليه الحمد لله اللي وصل 27 ارداف و700، وهذه الكميه التي تم تقديرها والانتاج اللي تم تقديره دوت بيعتبر انتاج عالي.